هي قوتي وفتوتي ومراتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، منور البصائر، بصائر العارفين بنور المعرفة واليقين. وصلى الله على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المشاهدون في كل مكان. نبدو حلقتنا على بركة الله زي العادة، شوية سياسة، شوية دين، شوية اجتماعيات، بل هلب اجتماعيات. نبدأ بالسياسة. السياسة نبدأ بها الله أكبر على الليبيين اللي في يوم من الأيام قالوا ليبيا عاصمتها طرابلس. ليبيا عاصمتها طرابلس. الله أكبر عليك يا مدينة طرابلس، الله أكبر عليك اللي كان مقطوع عليك الضوء، مقطوع عليك المية، نهبة السيارات، إداءة الناس، وقوف قدام المصارف وانتوا تعبانين. الآن ولله الفضل، ولله الفضل، ولله الفضل، مدينة طرابلس تستعد زي ما تستعد بقية المدن في ليبيا كلها، وزي ما تستعد دول مدن الإسلام في كل مكان لمناسبة عيد الأضحى. الناس زاهية، الناس سعيدة، الناس في يوم من الأيام. هذا الفضل لله أولا وأخيرا، ثم للتوار الوطنيين الرجال الصادقين. يا إخوة يا توار يا وطنيين، في كلمة بنذكركم بها في عشرة ذو الحجة، أنتم في يوم من الأيام وفقكم أي ليبي تشبح في ابتسامة على وجهها، تشبح بشاشة في وجهها. الفضل لله ثم لك أنت، الفضل لله ثم لك أنت يا أخي التاير يلي على يديك ربي ينصر الحق على الباطل. رد بالك من الغيبة، رد بالك من النميمة، رد بالك من شرب الخمر، رد بالك. ربي يعلق لك وسام، الوسام هذا حيلمع يوم القيامة، ما تبهتاش بالمعاصي. هذا فضل المولى سبحانه وتعالى على ليبيا وعاصمتها طرابلس. طرابلس الآن حتى الناس اللي كانوا يؤدوا فيها وحاربوا فيها وبيسقدوا لها الصواريخ وهدوها بالصواريخ الآن فصها. علاش؟ لأن أم حنونة، لأن أم حنونة. الأم يسبها ولدها، يعصيها، يفضل مرت عليها، ما خلي ما يدير، لكن لما تطيح يقولها يمي، تقول لها يميمتي. كذلك يا مدينة طرابلس، كذلك يا رجال طرابلس اللي تقول طرابلسي. الطرابلسي عاش بالحياة، عاش بالود، عاش بالنزاكة، عاش من أجل تشتيت شملة من أجل سعادة الآخرين. يا طرابلسية، ما يكونش عندكم اللسان البديء وسبان الناس وتلبيس الناس أتواب غير أتوابها. هذه مش من تربيتكم، هذا لمكم كوب فضل ربي علينا، ولله الفضل، ولله الفضل. ندير تحية، تحية لأغنياء ليبيا، أغنياء ليبيا، لأغنياء ليبيا بالإحلال اللي قال مثل الشعب الغناء، غناء قلوب مش جيوب. غناء ليبيا اللي الآن يوزحوا في الضحايا في سبيل الله. أغنياء ليبيا اللي كان لهم يوم موقف في أول الأحداث. أغنياء ليبيا، أغنياء ليبيا، الله يزيدكم من خيرة، الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. الله أكبر عليك يا حكومة، يتني وبقية تتني. جرحى ما كانش لي كيد، ضحايا ما عندك شيء يفيد، وتجري وتجري. جريت في الداخل القضاء داخل ليبيا وتجري للخارج باش يتبتوك، يتبتوك لما تناصر الحق على الباطل. لكن نقول لك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في هذه العشرة. يا إخوة يا مواطنين، يا مسؤولين، يا واعيين، يا مفكرين، يا بروفيسورية، يا دكاترة، ردوا بالكم، رانا خشينا في وادي ماهوش وادينا، اللي هو بدينا مدرينا اعتبار لحقوق الإنسان، الرأي العام، الرأي العام العالمي اللي كذا أكثر من ربي، أكثر من ربي. السلام عليكم أخي، أهلا كريم بيك وبناس زوارة مازن. أهلا وسهلا يا مازن، تفضل يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بارك الله فيك يا شيخ منور من الليبيين، والله بارك الله فيك على كلامك الكريم. امين يا شيخ. امين يا اخي الكريم. من اول شيء يا شيخ نهني الليبيين بحلول العيد الاضحى المبارك، وان شاء الله نسال الله انه يوحد ليبيا وكلمه ليبيا يا شيخ، ويوحد صفوف الليبيين كلهم يا شيخ، ونسال الله انه يعم الامن والامان على ليبيا يا شيخ. امين امين. نسال الله يا شيخ يحقن دماء المسلمين
من جميع الاطراف، هذا كلهم مليبين يا شيخ وكلهم احبابنا ونحق يعني تعبنا، والله تعبنا، نسال الله يحفظك ان شاء الله. ربي يحفظك وربي يبارك فيك ان شاء الله. بارك الله فيك. الله يبارك حظك، كل سنه وانت طيب ان شاء الله. نرجع لموضوعنا يا ليبيين يا اخوه، الايام اللي فاتوا من محنه لمحنه، كل ما تضياق تفرج ويسقط الصيص، تطلع اشياء ما كناش نعرفوها. الان نهني امهات الشهداء واباء الشهداء واسر الشهداء، وفي ناس في يوم من الايام في للشهيد وفي اللي مات. اللي مات في يوم من الايام هذه اول مره نعرفها، ان المراه تحط صبحها في ودنها وتزغرت. شنو معنى الزغروته؟ الزغروته قبل في عرس، في طهور، في اسبوع. الان تغيرت المفاهيم، ان الان الزغروته معناها امتثالا لامر الله، امتثالا لامر الله. يا ربي انت اعطيت وانت اخطيت وانا رضيت. الله اكبر على النسوين المقومات وعلى الاسر المقومه. الله اكبر عليك يا مدينه طرابلس وبقيه المدن. الله اكبر عليك يا بنغازي والمنطقه الشرقيه. الله ينصر الحق على الباطل، يلي بتاتوا الفتن في ليبيا، ومن ضمنهم رجال ومن ضمنهم ناس الاعلام اللي بتاتوا الفتن وشتتوا الشمل وما خليتوا ما درتوا. الماضي في يوم من الايام في واحد يدور على القبائل ويحرك في الفتن القديمه بين بن وليد ومصراته، بين ورد شفانه وبين كذا، في منهم اللي مات وفي اللي الان عاجز. لما يشبح التلفزيون يتحصر، يلي الفرصه ما زال بين يديك انك تتوب وترجع. هذا فضل علينا، فضل ربي علينا يا ليبيين، ومن ضمنها الان احنا في نعمه، يجب علينا نقدر النعمه. لما تقول الحمد لله بلسانك وتقيم الكلينكس من الشارع، تقول الحمد لله بلسانك وما تلوحش عقب السيجار ومن السياره. لما تنتقد غيرك، انت تنتقد غيرك سيجار وتلوح فيه من السياره، كلينكس تلوح فيه من السياره، القمامه ما تحطهاش مكانها. الحمد لله يا رب العالمين. باش كيف ما نجتنب الغيبه، نجتنب النميمه، وخاصه في افاضل الرجال والناس اللي ليها معنى. هذا مشهد من مشاهد السياسه، وحنطرق مره مره للحاجات الزعيريه. يلي اغنياء اللي موجودين برا، يلي شريتوا السلاح باش تدمروا الناس وباش تقتلوا الناس، وتي روحك لما يسالك ربي السؤال هذا، وتي روحك للاجابه. لما يقول لك واذا الموءوده سئلت باي ذنب قتلت، انت قتلت انت قتلت بفلوسك، شريت رصاص، وهذا خطط، وهذا حمل الطيران في الطيران وجاب. كل محسوب عند ربي. كان واحد ضرب خزان الوقود، الكاميرا الأمريكية سجلت من أي اتجاه جت ومن هو الشخص، أما لا كاميرا ربي كيف. هذا من ناحية سياسية. حننتقل للناحية الاجتماعية. نبدأ من الناحية الاجتماعية. جيت نعيد يا مواطنين، السلام عليكم. إدريس نهارك مبارك إن شاء الله يا إدريس. مرحبتين يا عمي محمود، شنو حالك؟ كريم كيف حالك يا كريم؟ أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. الله يحفظك ويسلمك، تفضل اخي الكريم. كل سنه وانت طيب ان شاء الله عمي محمود، شنو حالك؟ وانت بالصحه والسلامه وجميع المستمعين. الله يبارك فيك والمشاهدين. شنو حالك انت؟ الله يحفظك، تفضل تفضل، تحفنا بكلمه طيبه في هذه المناسبه الطيبه. ان شاء الله ديما في التلفزيون نلاقينا وتعرض علينا. امين امين اخي الكريم، امين. شنو امورك انت في حال الدنيا؟ في خيار 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 الخير، اللهم الهمنا الشكر. اللهم الهمنا الشكر على هالخير اللي اعطاهولنا ربي. الله يبارك فيك يا عم محمود. يا عم محمود ديما نتابع فيك وديما تلاقي فينا في الجبهات وفي التراكيب، كل مكان نلاقي فيك هذي. وان شاء الله نكون عند حسن ظنك بتقوى الله. امين امين. نواصل حديثنا، نقول له الحمد لله في نعمه. قال لك وين هالنعمه؟ وين هالنعمه؟ نعطيك حوايج وحيده. كانك ملوح في المستشفى والعمود الفقري متاعك مكسر وما يتحرك الا راسك، ريت هالنعمه، ريت النعمه يا من نعم لو بتعدد. لكن نبي ننتقل تو الناحيه الاجتماعيه. الله ينجينا دنيا واخره. السلام عليكم يا ناجي. الله اكبر عليك وعلى يفرن وعلى المنطقه الجبليه برجالها ومسوينها. الله اكبر عليك يا عم محمود. الله الله يحفظك ويبارك فيك، وتفضل يا اخي الكريم. تبرى شد الجامعه يا رجل، شد الجامعه، انت عمرك اقل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. احنا في عشرة ذو الحجة، المسلم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بطعان ولا لعان ولا بديء، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتباع الشيطان هذاك وضع بروحه. نرجع للناحية الاجتماعية، احنا كان سخر المولى سبحانه وتعالى قادمين على عيد،
عيد الأضحى تبي اللمة وشهر رمضان يبي اللمة. يا أختي الكريمة أنك أنت في يوم من الأيام أمك سبت لك هذه، ما تعرفيش تغسلي دوارة تنبالها، ما تعرفيش تضمي وتنظمي وترتبي، وراجلك بيقول لك نمشوا نضحوا عند حوش خوي الكبير. ما تبيش، علاش ما تبيش؟ لأن أنت عندك عيوب. كيف تسري عيوبك؟ لأنك ما تقدريش قدام الكناين التانيين تكوني وتكوني وتكوني زي الحكومة الظالمة وزي كان الرجال المسؤولين الظالمين. شديري تبعدي على أمه وعلى أخوته في هذه اللمة. معليش، أهلا وسهلا بطرابلس وناسها. تفضل يا أخي الكريم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. محمد بغولة. أهلا وسهلا أخ محمد، فرصة طيبة. من سكر اهلا وسهلا، تفضل تفضل. كيف حالك؟ كيف حال صحتك؟ بخير، خيار الخير ولله الفضل. كل عام وانت بخير يا عم الشيخ. صحيت بارك الله فيك. كل سنه وانت طيب ان شاء الله. وانت بالصحه والسلامه انت وجميع المستمعين. ربي يحفظك لنا. امين، تفضل. انا الشيخ محمود يسلم عليك وعائلة بغوله كلهم يسلموا عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله يسمعنا على بعضنا الا الخير ويلهمنا ربي الشكر ان شاء الله. اي والله. أمين. الله. بارك الله فيك يا عم. الله يحفظك، الله يحفظك. كنت نواصل في الحديث. وانت يا اختي يا حاجه اللي عندك بنيه كبيره في السن وما جاهاش النصيب، اجبديها تعرفي مرت ولدك بايره، بنت مرت ولدك كذا ما هيش عارفه اشياء، قولها ردي بالك من مرت خوك وعلميها انوي بعملك لوجه الله باذن الله تعالى زي الثلاثه اللي توصلوا باعمالهم في رياض الصالحين. بالعمل هذا حيجيب لك النصيب، حيجيب لك حياه طيبه. والعمر عمر واحد، لاش نكد لاش التكدير. ما نعرف السنه العيد هذه شكون فيه قاعد وشكون اللي ماشي. زي العيد اللي فات من كان معانا والان ما هناش. اهلا يا اخ احمد، نهارك مبارك وتفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. سلام. تفضل. عميك. تفضل يا اخي الكريم، تفضل. مرحبا، شحالك يا شيخ؟ اهلا وسهلا، الحمد لله رب العالمين. اعطينا الشيخ يا عم. نعم. تفضل تفضل يا اخي، تفضل قول لنا كلمة طيبة لتجمع شملنا في هذا العشرة ذو الحجة هدية. اعطينا زيت زر ولا زيت عطر. نعم. السلام عليكم. الله اكبر. فنرجع لبرنامج العيد ان شاء الله. ما نندروا على العام اللي فات، لكن هني بالمناسبه امهات الشهداء، اباء الشهداء، هنيئا لكم، هنيئا لكم. ولدك الان استشهد، لو يبعثوه لو يقوم قعمس في القبر يقول زود امك تبكي عليك، وخيتك تبيك، جوزتك تبيك، يقول لهم يلحقوا يلحقوا يلحقوا. علاش؟ اهلا وسهلا بأخي الكريم من مصراته. اهلا وسهلا خديجة من مصراتها. أهلا وسهلا، فكرتينا في السيدة خديجة رضي الله عنها. تفكري تفضلي. بارك الله فيك. السلام عليكم عم محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. منور الشاشة كلها بوجودكم إن شاء الله. الله يا رب العالمين. تفضلي. أنا طبعا حي أم الشهداء ونقول كل سنة وأنتم طيبين، ونحمي كل الليبيات اللي قدموا أولادهم شهداء لليبيا من أجل يسعد الآخرين، وإن شاء الله عيد مبارك علينا كنا يا رب العالمين. آمين آمين. وأنت منور الشاشة وديما طلع لنا يا عم محمود، وشجع الشباب الليبي اللي لحد إن أنت ماني معاش نعرف حتى شنو نقول عليك يعني صدق. وتحية من جميع أمهات مصراتة. إيه تفضلي تفضلي. وأنا طبعا نبي نقول بالمناسبة هذه نبي نهني والدتي طبعا في التهيب، وأقولها كل سنة وأنتي طيبة. وطبعا هي أخت شهيد وأخت مفقود، ونتمنى أن سنة خير إن شاء الله علينا وعلى الأمة الإسلامية يا ربي بالخير. بارك الله فيك على البرنامج. الله يحفظك ويبارك فيك. وسامحيني ما مشاش معك لأني ما سمعتكش كويس. وكل سنة في طيبة وربي يحقق أمانيك إن شاء الله. فهذا هذا شهر ذو الحجه، هنيئا للحجيج اللي وصلت لهم بطاقات الدعوه من المولى سبحانه وتعالى، والخزي والعار اللي وقفوا حجاج وسرقوهم. اي والله. سعيد من جبل نفوس، الله اكبر على جبال نفوسة. تفضل يا اخي الكريم، تفضل. تفضل يا اخي سعيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الله يسعدك ويسعدنا جميعا. كل
شاء الله باذن الله الله يبارك فيك يا شيخ محمود وعلى المجهود الطيب، بارك الله فيك جزاك الله خير ان شاء الله. امين امين، بارك الله فيك يا اخي الكريم. وانا اعتبرك احد رموز النضال في الاعلام ان شاء الله. تفضل يا اخي. تفضل. بارك الله فيك جزاك الله خير يا شيخ محمود. تفضل. معلش. الو. ايوه اخي الكريم، ما اسمعش فيك كويس. يا شيخ محمود. نعم نعم. انا عندي ملاحظه بسيطه. ما سمعتكش كويس راهو يا اخي من غير مؤاخذه، سامحني. انا اسمع فيك تو. شني تو شيخ محمود كويس تو هيك نسمع فيك. تفضل. قلت لك عندي مداخله، عندي ملاحظه بسيطه. مداخله؟ ملاحظه، ملاحظه بسيطه ان شاء الله. يا عيني والله، يعني بنسمع الملاحظات غير ما نسمع الثناء لبعضنا البعض. تفضل قولها. هو هي مش وقتها، لكن احنا زوري قصدي بنقول نحاسبوا بعض مدبيين باش نتفاهموا، باش قصدي نصيحه فيها امور ما تمرش بالحساب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله تعالى. يا شيخ محمود. نعم. على تو ما يسمى بمجلس الشورى وحكمه وشفانه. ايه. تو ما مجلس الشورى وحكمه وشفانه قصدي وين كان يا شيخ محمود في ايام من كانوا من كانت منطقه وشفانه تحت السطو وتحت العصابات تحت النهب تحت السرقه تحت القتل. ايه. تحت الناس تشد فيها النبي يقتلوا بالتفاهم يمثلوا بها، وين كان المجلس هذا؟ تو يتكلم المجلس تو طلع يتكلم. ايه. ايه قد يتكلم عليه شيخ محمود هذا يتكلم عليه مجلس حكمه وشورى وشفانه. ايه قصدي المفروض كان يتكلم سابقا من كانت المنطقه تحت سيطره العصابات، المفروض وين المجلس هذا في هذاك الوقت؟ ما خرجش على المجلس بوك، لكن تو من شد منها مفرات من العصابات طلع مجلس حكمه وشفانه يبو السلاح تاعو، مجلس حكمه وشفانه يبو الاسرى تاعو، قصدي وين كان قبل؟ تو الشيخ محمد، الشيخ محمد بن الزاوي. ايه الله يرحمه والله يوسع عليه ان شاء الله. امين. قتلوه قتلوا به بشكل شنيع غريب جدا، قصدي وين المجلس حكمه وشفانه ما يتكلمش عن الامور هذه؟ يا شيخ محمود جزاك الله خير تكلم على مجلس حكماء وشورى وشفانة، حاسبوهم علاش ما طلعوش قبل تكلم؟ علاش يطلعوا في وقت التوقيت هذا؟ يا سيدي كانوا حكماء مضبوط ويبوا ليبيا ويبوا على ليبيا، المفروض كانوا يوقفوا هم لمنطقتهم وينهوا العصابات يضربوا العصابات من منطقة وشفانة، في شرفاء من منطقة وشفانة 900 وشرفاء، لكن شوها العصابات. بارك الله فيك يا شيخ محمود جزاك الله خير وسامحني على التوتر. الله يبارك في حسناتك وربي يحفظك. لكن انا اللي نذكر به الاخوه، معليش نختلف مع بعضنا البعض مهما كان انت لك راي نظره لبلادك وانا لي نظره، ولكن دائما ما نستعملش اسلوب الشتيمه واسلوب كلام الجرح، لان احنا نتكلموا في اذاعه يسمع فيها الخاص والعام، يتكلم فيها الانسان اللي عنده ادب اللي عنده ذوق اللي عنده اخلاق. معليش انا حتى في بعض الناس لما يخالف في الراي يقول له سامحني يا اخي بعد مؤاخذه لمخالفتي ليك في الراي. شوفوا الادب شوفوا الذوق، مش في الصداعه صفتها نعتها حد لا تركها. حاجه ثانيه اللي حدود اللي في يوم من الايام راتوا الطغيان شنو يدير، ريتوا الطغيان شنو يدير، هذا كل من طغي هالك. فنرجع لموضوعنا بمناسبه العيد المباركه، ونسال للناس في مدينه طرابلس الان مليانه جاها من كل مكان. اهلا وسهلا بولد ليبيا، مرحبا مرحبتين. اهلا وسهلا، تفضل اخي الكريم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نور الشاشه عمي محمود. الله بوجودك وبوجود المستمعين والمشاهدين. وان شاء الله كل سنه طيب. وانت بالصحه والسلامه يا اخي الكريم. تفضل. تفضل تحفنا بكلمه طيبه. عن الشعب الليبي ان شاء الله كل سنه وهم طيبين. وانت كذلك، وانت فرحك باولادك ان شاء الله. ان شاء الله بارك الله فيك. صحيت صحيت. صنتوا يا اخوه، اعلام ناس يعلم الله بها شباب. في اللي ماشي من هنا وجاي هنا كله باش ينقل لك الكلمة الطيبة، طماعين في أكرم الأكرمين، مش طماعين في كلام الشيطان يسب هذا ويلعن هذا وينتقد هذا. هذا يوم العيد، عيد الكبيرة، مازال عيد يوم القيامة. الأسواق في ليبيا تمت، السوق الأولى تمت، والسوق الثانية تمت، والسوق الثالثة تمت، ما زال سوق ما بعدها سوق اللي هو سوق اليوم القيامة. ولما واحد يوقف ويشوف روحه شنجاب شتم هذا، خدي رزق هذا، كلي ضويف عرض هذا كذا، ونقولوا احنا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يمشي شويه لمالطا مش يمشي لسويسرا، مالطا شورحها، مالطا 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 تباهي مالطا، وانت شندرت في ليبيا اللي كانت نازكه ومنظمه ومرتبه. السلام عليكم. اهلا وسهلا يا شعبان ومرحبا بكم بالرقدلين، اهلا وسهلا تفضل. اهلا وسهلا بسنا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك، وتفضل يا اخي الكريم.
والله طبعا سيدنا الشيخ احنا بالذات القنوات اللي طلعت عندها قنوات في ليبيا خاصه بعامه، لكن بعد لاحظت ان معظم القنوات يعني قنوات يعني واخذت اتجاهات معينه يعني، ونتمنى تكون القنوات هذه يكون الاتجاه بتاعها وطني تمام. لكن استاذ يعني هذا اللي يهمني. الحاجه الثانيه بصراحه والله الكلمه المفروض على النازحين، صراحه في ناس ابرياء في هالمشاكل اللي وقعوا فيها الليبيين، في بصراحه والله يا استاذ يا شيخ في عائلات بالذات موجودين هنا في الدارين، موجود عائلات صراحه يعني ايش ذنبهم والنبي ايش ذنبهم وصغارهم بناتهم وش عزيزهم شنو ذنبهم؟ وفي تونس لاحظنا عائلات ليبيه يطلبوا في المساعدات وقاعدين في صراحه مواقف يعني تحس من انك تشوفه مثلا الليبي موجود جنبهم غادي. المفروض تقل قنوات يعني مش كيش القناة هذه ولا جميع القنوات في ليبيا كلها ضروري تلو حل ضروري، ما تخلوش الفتنة تدخل للقنوات ولا واحد يثير الفتنة ولا القبلية ولا الجهوية صراحة يعني. الإنسان أنا تحكيك على الورشة الثانية والله يا شيخ كان تشوف الناس يعني صراحة يعني وين قلوبنا الليبيين وين قلوبنا قبل كنا الليبيين في أي مكان برا في أي وقت تمشي اي واحد يستقبلك ليبي، لو ما عادش تستقبل على واي شخص تستقبل شيء يعني مثال عائله يقول لك لا انت مثال مؤيد للكرامه ولا يقول لك انت مؤيد لفجر ليبيا. صراحه يعني ليبيا يعني دور كروتك اعلاميين ضروري تدوا حل لهالمشاكل هي. ضروري تدوا حل. يعني نقولوا لا ذب العائلات يا شيخ، شنو ذب العائلات؟ أحسنت يا أخي أحسنت يا أخي، لكن أنا اللي نعلق بي يا إخوة الليبيين لما نقولوا نديروا ونفعلوا كذا يجب علينا كل واحد يبدأ بالديران احنا شبحنا الحكومة وشبحنا المؤتمر وشبحنا مجلس النواب آخر وقت وشبحنا، لكن لازم لي يكون لنا دور بالكلمة الطيبة اللي نبنوا بها ما نهدموش بها، لأن علاش؟ لأن من أمثالنا الشعبية يقول لا يا باكي بهمك الناس وهمك من باكي به، الأيام اللي فاتوا معمعة لو راها لدونها ويعلم الله بحال الناس ما عادش تبي فلوس ما عادش تبي شيء، يبي هنا ضو ما فيش مية ما فيش ماكا ما فيش يبي لهنا وجي لهنا، فالآن شن جي لهنا؟ نقول الحمد لله الفضل لله ثم للتوار، إذاعات كانت تسب وتلعن وفتن وتبت في الإشاعات وكنا نسمع في بعض الناس تردد في كلامها، الإذاعات الآن بفضل المولى سبحانه وتعالى في أيدي المخلصين في أيدي التوار، وإن شاء الله بإذن الله تعالى الأيام الجاية حتكون أحسن وأحسن بدعانا لبعضنا البعض بتوجيهنا لبعضنا البعض بالكلمة الطيبة لبعضنا البعض. أبدأ من المذيع لما تعطيه كلمة طيبة ترفع في معنويته وترفع في روحانياته، حتى بيتكلم كلمة بطالة يقول كلمة طيبة، لكن الانتقاد الانتقاد قال لا يا باكي بهم الناس وهمك من باكي به، احنا دائما ننتقد في غيرنا وما نشبحوش في روحنا، كيف نعاملوا في نسوينا كيف نعاملوا في أولادنا كيف نعاملوا في عملنا كيف نعاملوا في شرطة المرور نعاملوا في بعضنا كيف نمشوا من غير طرقات، لكن معليش وبإذن الله تعالى من داخل الإذاعة هذه والإذاعات الثانية الصالحة إن شاء الله تبي تسعى كل واحد يشمر درعانا للكلمة الطيبة ولبناء. الله أكبر عليه فزان، أنا فزان سببها نقولها فزان، أهلا وسهلا بفزان وناس فزان أهل الخير والبركة. تفضل يا أخي الكريم تفضل. ألو تفضل يا أخي الكريم تفضل. مرحبا عمي محمود وبيك أكثر يا أستاذ، أهلا وسهلا بيك. حالك يا شيخ محمود؟ حالك باهي في أنعم حال ولله الفضل. باهي الحمد لله كل سنة طيب إن شاء الله بمناسبة عيد الأضحى. مرحبا بيك يا أخي يوسف تفضل تفضل. والله إن شاء الله ربي يهدي البلاد ويهدي العباد وإن شاء الله وفي الأيام المباركة في أكثر من الدعاء ما عندنا أي حاجة إن شاء الله. آمين 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 وربي يهدي الناس إن شاء الله كل سنة طيبين. آمين يا رب العالمين آمين. وكثر الله من أمثالك عم محمود إن شاء الله. آمين ربي يحفظكم وربي يسمعنا عليكم الله خير. أنا أتيت من مدينة سبها. يا أخي الكريم يا أهل فزان يا أهل الفزان اللي تحب الله والرسول يا أهل الفزان اللي تحب الله والرسول أنتوا ادعوا المولى سبحانه وتعالى إن شاء الله ربي يرزقنا بحاكم صالح. شفتوا بعض الناس اللي عدوا علينا بشغية 42 عام وبيعدوا البشغية علينا الآن؟ لا
وألف لا بتوكلنا على الله لنصرنا وخلي بأيدينا. الدعاء بس أكثر الدعاء ما عندنا حتى هذا إن شاء الله. ربي يحفظك، ربي يحفظكم إن شاء الله. وليتك سعيد إن شاء الله، كل سنة طيبين إن شاء الله. إن شاء الله ربي يحفظكم، إن شاء الله ربي يحفظكم. فما زلنا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. الله أكبر عليه غريان، الله أكبر يا غريان، من خطة الخطة، من مشهد المشهد، من موقف الموقف. تفضل يا أخي الكريم بيك وبأهل غريان الكريمة. ألو. تفضل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت له تفضل. طب انت شباني كبير هيك، وشباني كبير تحسنت على وجهها. ما سمعتك شو تقول. الله أكبر. فشني بعض ناس يستغلوا في بعض مناطق، مناطق الشريفة، المناطق الطاهرة، ويقول أنا فلان. علاش يقولوا المثل الشعبي؟ سامحوني يا ليبيين ويا مشاهدين، يقول لك ما ينكر نسبته إلا كذا كذا كذا. في يوم من الأيام لا يمكن ينكر نسبته، لكن الإنسان لما يسعى لشتم الآخرين وقهر الآخرين وإداءة الآخرين، زي ما في يوم من الله أكبر يا عائشة من بريقة، أهلا وسهلا بيك، تفضلي تفضلي عائشة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبتين عمي محمود، كل عام وانتم بخير ان شاء الله، بالصحة والسلامة ينعاد عليكم ان شاء الله يا رب. بالصحة والسلامة وانت والسامعين. ان شاء الله ربي يحفظ بلادنا وينعم عليها بالامن والامان، ان شاء الله يحفظ ثوارنا المجاهدين المرابطين في الميدان. امين. ويحلق كل من يريد بلادنا بسوء من الداخل او من الخارج باذن الله. امين يا رب العالمين. امين. ونحيي جميع مناطق ليبيا في الشرق، في الغرب، في الجنوب. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك وعلى ذوقك وعلى أدبك. ويهلك كل من يريد أن يحكم بين أبناء الشعب الليبي المسلم. أمين أمين. هذه تحية مني إن شاء الله إلى جميع المدن الليبية، إن شاء الله كل عام وهم بخير يا رب، وصحة وسلام، وينعم علينا بالأمن والأمان يا رب العالمين. السلام عليكم. وأنتم كذلك يا من أيام مرت عليكم، يا أيام مرت عليكم، والحمد لله الحمد لله. في حاجة دائما الليبيين يقول لك احنا كنا ليبيين واحنا لبعضنا واحنا التسامح، واحنا اللي كانوا يرقصوا بباب العزازية نسوين ورجالة، هادو ناية نسوين مقومات، هادو رجالة مقومين اللي هاربين وخامبين ومهربين الفلوس ويهربوا في الفلوس للآن، هادو ليبيين مقومين. رب العزة يقول أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. تفضلي يا أمل، أهلا وسهلا بيك وبمصراتها. تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا محمود؟ حالي في نعمة ولله الفضل، نستنى إن شاء الله نحصل الشهادة في سبيل الله. تفضلي. إن شاء الله. كيف الحال عمي محمود؟ نحب نهني الشعب الليبي كافة بحلول عيد الفطر المبارك، العيد الأضحى المبارك. صحيتي. وإن شاء الله هذا العيد يعم علينا بالخير وبالبركة، وإن شاء الله تتحرر كافة البلاد من كافة الميليشيات المتبقية من نظام الأقلام، وإن شاء الله ربي يهنينا ويهني البلاد. أمين. وإن شاء الله ربي يألف القلوب الليبيين كلهم، وإن شاء الله نصر للنصر يا ربي. أمين أمين. ويطول في عمرك يا عمي محمود ويكثر من البلاد يا ربي. ربي يحفظك إن شاء الله. ان شاء الله يا عمي محمود، ونتمنى منك الدعاء الصالح يا عمي محمود للبلاد وكافة العباد ان شاء الله. الله يعطيك ما تتمني انت والمستمعين في طاعة المولى سبحانه وتعالى. اللهم امين يا عمي محمود، هيا ليلتكم سعيدة وربي موفق ان شاء الله للجميع. ربي يحفظك ويكثر من امثالك. اسمع هذه اخت كريمة، اخت كريمة شن تقول؟ الله اكبر، مش راجل طولة بعرضة وشنابة ويسب في الاخرين، الله اكبر، زي اللي يسب في التوار كانك صيد وليك معنى قعمز في المعمى في الميدان، توار ليبيا توا من زي التوار لما يشدوا واحد يذبحوه ويعفسوا على رقبته، لا قبل لا يسيئوا معاه يعطوه درس ويفهموه، وبعد ما يفهموه يسلموه في ايد القضاء، ان شاء الله يكون قضاء ناجح، ان شاء الله يكون قضاء ان يخاف المولى سبحانه وتعالى. الله اكبر على المرج وناسها. اهلا وسهلا، تفضل اخي الكريم. كيف حالك يا شيخ محمود؟ كيف حال الصحة كله؟ كل عام وانتم بخير. حالي في خيار الخير ان شاء الله، احنا وجميع المسلمين. علينا وعليكم على الأمة الإسلامية، على هالوطن اللي دفعها الدم الغالي وهالأرواح، ومع الأسف ما زال استنزاف.
صدقت. ونحن حاره جوز مجوز 96 حول مليون ونص خلوط جابه قذافي وهو اللي سبب خراب ليبيا وهالفتنه وهالمشاكل وهالعرايس وحدودنا محله ونحن الليبيين انقطعنا وماتوا ابنائنا في الشرق وفي الغرب وفي الجنوب بدون فائده واموال طايله والشعب ما زال فقير وعرايا نحن قاعدين في مدينه المرج والله ساكنين لا في اكواخ ووضعنا اسود وساهمنا في الثوره وضحينا بدماء ولكن مع الاسف جو اللي يخدموا مع القذافي هم اللي حطوهم على حكم ليبيا من ضمن معجلين وهالشله اللي سبب خراب ليبيا وهالكتائب وهالميليشيات وان شاء الله نبغى دعوه صالحه ان ليبيا يمسكها مواطن ليبي وسكرنا الحدود اللي كنا ما بيقطع فينا وذبح فينا سوري مصري تشادي دعوه شر وان شاء الله ربك يصلح الحال وبارك الله فيك. اسمعني يا اخي الكريم واسمعوني يا اخوه مستمعين اسمعوني كي باذن الله تعالى قال المثل الشعبي اللي معاه القمر شنو يدير بالنجوم اللي معاه القمر شنو يدير بالنجوم احنا ان شاء الله متوكلين على الحي الذي لا يموت هادونا كلهم عمره 70 عام ويضرب في الليبيين بالطيران ويتكلم وبيتولى مسؤوليه وبيتعود ويتولى اماره المسلمين وشوه المسلمين وشوه الرجال قال لهم شنو ما الارهاب في ليبيا نحن مودنا لليبيا كلها وحده بعيد على هل الافكار المستورده زنادقه وهالانصار وهالكلام الفاضي وهالدين اللي حرفوه وهالذبح وهالقتل وهالاعمال الاجراميه وهالاختيالات وهالدمار في المدن وهالخبر نحن ليبيين من جذر واحد ومن عائله واحده وعددنا شوي واموالنا واجده لا خرب ليبيا المجاملات في الناس المظبوطين ما جابوش بدايه ثوره مطهره ونظيفه لكن حطونا مجرمين يخدموا مع القذافي لو كان الثوره ما مسكش عبد الجليل وهالشلالي سليمان محمود وهالرموز الفاشله هذول اللي هربوا خيرات ليبيا وهربوا الازلام وهربوا المجرمين اللي ليبيا وصلت للمواطنين. نحن الشرعيين دردوح لو خيرنا واجد قاعدين عيالنا كلهم سوا في مصراته في طرابلس في المرج في بنغازي الشباب من ريعه الورود راحوا في انا نقول لك صحيت كثر الله خيرك بارك الله فيك بارك الله فيك بارك الله فيك. اسمعوا يا مستمعين ويا مشاهدين شبحتك في يدقل هذا يدقل مليان بالود والمحبه لكن الود والمحبة زي الحاجة اللي تظلها مسدودة زي الكربراتوري لما تكون الفلفلة مسدودة شوية ما تخليش البنزينة تمشي تقعد سيارة تقلفت حتى هذا ما قدرش يطلع بالود والمحبة لأن في شيء غمى اللي غمى الله يغمى اسمع يلي تبت في الإشعاعات وتدور على الدول الغربية وتستجدى باش تجيد شت الشعب الليبي وانت يلي في المنطقة الشرقية نسوين ورجالة وخليتهم عليا يا أخي المواطن يا أخي المواطن يا رجل عادي الشرع يسمع من اثنين الشرع يسمع من اثنين الكرامة الكرامة تي وينها الكرامة يا طياح سعد الكرامة اللي يدعوها الناس لدنيا اللي يضربوا في الليبيين بالطيران بالطيران يضرب في الليبيين بالطيران يضرب في الليبيين الله أكبر على الكرامة الله أكبر على أم التوار تفضلي أختي الكريمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عم محمود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ربي يسعدك بأولادك. أنت طيب عم محمود أم توار ليبيا أم توار ليبيا. وأنت بالصحة والسلامة الله أكبر على التوار والله أكبر على أم توار ليبيا تفضلي. أسألك عم محمود. خير خير. تفضلي. أيوة أنهني على العموم نقدم تحياتي وتهنياتي لأمهات الشهداء ونتقبل كل جبين أم شهيد ونحيي توار ليبيا من شرقها لغربها كلها توار. وليبيا ونحيي الفجر المهم نحييهم اولادي وربي يهنيكم ان شاء الله ونقول لكل من ناوي يسول هالبلاد هذه احنا ندعو ان شاء الله ونكبر ان شاء الله اي شخص ناوي يسول هالبلاد ان شاء الله جعلنا كيده في نحره جعلنا كيده في نحره ونقول لاخوتنا ونقول كلنا احنا ليبيين كلنا احنا ليبيين من شرقها لغرب احنا ليبيين ونهني 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 كل ثوار ليبيين الاصليين الثوار اللي كانوا في الجبهات وكانوا صدور صدور عاريه كانوا في 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 عهد الطاغيه كانت صدور عاريه هيك نهنيهم كلهم ونرحم على شهداهم ونرحم على شهداء اولاداتنا نرحم عليهم ان شاء الله ونبي مدبيه مدبيه ثوره 19 فبراير طلعت من اجل الحق من اجل الحق يا شيخ محمود طلعت من اجل الحق صحيح. 19 فبراير ما نبوش ندور اللي كان يدير فيها الطاغيه، ما نبوش نادوا حد اللي كان يدير فيه الطاغيه، رجاء يا اولاد ليبيا يا ثوار ليبيا رجاء اولاداتنا لازم نكونوا يد واحده، لازم نكونوا في شروط يعني ما نكونوش ياخذوا علينا فكره من كل شيء، الحمد لله ونهني ونقول احنا طرابلس الحمد لله انا في خير، بيضينا طمينا الحمد لله يا ربي يا سيدي،
والحمد لله وجاءوا هذا ونحسن الامان والاستقرار، وان شاء الله ربي يهني ليبيا كلها من شرقها لغربها. وشكرا استاذ محمود ان شاء الله. شكرا امين كل سنه طيبه. الله اكبر. صبحت المراه تنسب لنفسها ام التوار، لان ما يشرفوش مش ام المخانب، مش ام الزياشه، مش هم اللي شدوا الحجيج وسلبوهم، مش امهم تستحي، حتى امها الحقيقيه تستحي ان هو هذا ولدها، لكن ام التوار الشرفاء، الشرفاء متاع الاعمار كذا وكذا وكذا، والاعمار كذا وكذا، في بعض الناس تصطاد في الماء العكر، يصطادوا مش تكبر في عينها، اللي هاربين في تونس في الاول والثاني وشادين الاعصام الوسط، واللي مقعمزين على الركاكيب ومقعمزين في المقاهي وينتقدوا في الاسياد والافاضل. الله اكبر. من ضمن الانتقاد في كلمه بنقولها، خيرك في يوم من الايام اللي كانوا شادين لك الطريق ويجيشوا عليك، ما طلعت لهمش وطلعت بسلاحك، لكن تسب في الشرفاء، تسب في الناس اللي طهروك وخلوك سعيد في هذه العيد المناسبة. الله يجزيهم عنا خير الجزاء ويحفظهم ويحفظ لهم أولادهم. أهلا وسهلا بغريان وناس غريان. تفضل يا أخي الكريم، تفضل. السلام عليكم. الله أكبر على غريان وعلى ناس غريان. محمود أهلا وسهلا. تفضل يا أخي الكريم، تفضل. في الحالة كلها وانت بخير ابو محمود. وانت بالصحة والسلامة انت وجميع المسلم جميع السامعين اللي يحبوا الاسلام والمسلمين. حالك باهي ان شاء الله. في نعمة ولله الفضل الحمد لله، تفضل. نهني توار فجر ليبيا. امين. هني هني. يستاهلوا. حالك باهي ان شاء الله. يستاهلوا، تفضل. باهي باهي، المهم حالكم باهي ان شاء الله. في خيار الخير ولله الفضل، في نعمة، في نعمة، نعمة كبيرة. اللي ان شاء الله باذن الله تعالى اتيحت لنا الفرصه وحتتاح لنا الفرصه باذن الله تعالى، حنغير المنكر بالمعروف، ما نغيرش المنكر بالمنكر، لان احنا من اتباع رسول الله، اتباع رسول الله، اتباع سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر، سيدنا عثمان، سيدنا ابو ذر الغفاري. الله اكبر عليك وعلى امثالك بفضل المولى سبحانه وتعالى علينا. كل عام وانت بخير ان شاء الله. وانت بالصحه والسلامه، نهارك طيب ان شاء الله. هيا اسمعوني يا ليبيين، خدينا واحدة وخدينا الثانية وتو بنطرقوا للناحية الدينية. تو احنا نقولوا نبوا نبنوا ليبيا، نبوا نبنوا بلادنا، نبنوا ليبيا، لكن قبل لا نبنوا بلادنا بليبيا نبنوا آخرتنا، نبنوا الآخرة، نبنوا الوقفة بين يدي الله. لأن زي الناس اللي خدمت في الصحراء كلت المكرونة مبكب كان بس بسبب التراب، وجوا بنوا العمارات وتجوزوا وزوجوا ابنائهم. كذلك حتى احنا نبوا نخدموا ونبوا نكافحوا ونبوا نجاهدوا بتوكلنا على الله لنبنوا الاخره. الله اكبر عليك يا عبد السلام، واهلا وسهلا بك وبين ناس تبرخ. تفضل. ما حبيت محمود. تفضل اخي الكريم، تفضل. ايش اخبارك محمود؟ نسمع نسمع فيك اخي، تفضل. يا سيدي محمود بدي نسالك سؤال بس. تفضل اسالني، تفضل. ربي انت ايش 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 برنامج البرلمان بتاع طبرق وايش البرنامج بتاع فجر ليبيا في طرابلس؟ ايش الفرق بينهم بس بينك؟ اسمع شنو انت ايش تأيد البرلمان ولا فجر ليبيا بس نبوات؟ كيف البرلمان؟ ما سمعتكش كويس. راه نبوا منك انك انت تأيد البرلمان بتاع طبرق ولا فجر ليبيا بتاع طرابلس؟ البرلمان شن أيده؟ يعني شنو الفكره؟ يعني مشكله شعب ليبيا متوافق وايش الفرق فيش؟ سامحني سامحني بصدق، راه بصدق انا ما سمعتكش كويس، لكن هو حنقول لك حاجه. البرلمان انا على حسب مصلحه الناس في الميادين. اللي كل الشعب الليبي يا حاج محمود، غير سامحني شويه. انت سالتني سؤال بنجاوبك عليه، بنجاوب عليه. البرلمان جاوبوا عليه الناس اللي طلعوا في الميادين. الناس اللي طلعت في الميادين في كل مكان، في مصراتة، في طرابلس، في بنغازي، تكلموا على البرلمان. هادو الناس شن قالوا؟ قالوا هذا البرلمان ما يتمثلناش، مع احترامي لبعض الناس فيه، لان من اول يوم تولى لتشتيت الشمل، تولى للفتنة، وتولى ان نستدعى الاجنبي لدخول ليبيا، اطلب من دول الغربية الدخول لليبيا. هذا برلمان، هذا برلمان حتى اللي مريض في قرقاريش ما يوفقش عليه. محمود. نعم. محمود. نعم. يا سيدي محمود. نعم. توا نحن نبوا ان مثلا من اول ما قامت الثوره في طرابلس، قامت الثوره والعاصمه طرابلس، نحن نبوا العاصمه ونبوا البرنامج في العاصمه، لكن ما درناش حل، الغرب ما دروش حل، لا مصراته ولا طرابلس ما دروش حل، القتل والذبح كله في المنطقه الغربيه ما دروش حل بالكل. تو بعد المنطقه الشرقيه امنه 100%، ليش؟ ايش الفرق؟ بنقول لك على حاجه انا.
يعني بالفرق ان ليش المنطقه الشرقيه امنه وليش عندك ابو غادي ما فيش امن بالكليش؟ ايش الفرق؟ او بنقول لك على حاجه ان المنطقه الغربيه او المنطقه الشرقيه في يوم من الايام طحنا بظالم عفس علينا الزوز، لكن توا احنا معاش نفكر في شرقيه وغربيه، نفكر في ناس صالحه من الشرق اللي من اجل ليبيا، من الغرب من اجل ليبيا. وبعدين حاجه فوق هذا كله، احنا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كل واحد منا اتقى المولى سبحانه وتعالى حق تقاته لكان المجتمع والعالم كله استفاد منا. لكن احنا قاعدين كل واحد ماشي عليه هواه، لكن نتمنوا عن طريق الاعلام وعن طريق العلماء وعن طريق المفكرين وعن طريق الناس المخلصه كيف تسعى كيف تبني بناء طيب، مش مسعى للبر، مش مسعى للبر. وكلامك هذا اي انسان كان طبرق ولا كان من جاده او كان كذا، هذا اي انسان هي ليبيا وهي ناسها اللي هم اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا اخي الكريم، يا سي محمود، نحن ليبيين، نحن نقول صلاح المنطقه بالكامل، ليبيا بالكامل. لا تنبه كما تقول ان الفيلم هذا اصلا ليش طبرق والمنطقه الشرقيه يعني الوضع فيها امن 200%، ليش الغرب مش امن؟ لان اكثر المشاكل في الغرب اصلا اكثر المشاكل في الغرب. ليش يا محمود ليش؟ باين انا سمعت لك، تسمع لي لو ما نسمعش فيك كويس، صدقني ما نسمع فيك كويس، لكن بالنسبه لي حفتر، اما حفتر وجماعته اللي يضربوا في الليبيين بالطيران، هذا نشهد لله هذا اخر وقت، هذا اخر وقت. هذا الانسان مهما كان صفته، يضرب الليبيين بالطيران، يضرب الليبيين بالطيران، يضرب الاطفال محمود بالطيران. يا سيدي محمود، نعم يا سيدي محمود، نعم. وبادي شو وضعه؟ بادي يضرب في الليبيين بالبيش بالجراد؟ بادي كيف بادي عندك ام بادي ويضرب في الليبيين بالجراد؟ عندك ام بادي غادي؟ صدقني ما سمعتك راهو. بادي نقول لك عليه، بادي عندك ام بادي. صلاح بادي يدير حاجه يا اخي الكريم. انا قلت لك الشرع يسمع منين، لكن ايش يدير لما تصلي؟ قول الله يعطيه على قسنيته، الله يعطي عليه صلاح بادي واتباعه، الله يعطيهم على قسنيتهم. يا سيدي محمود، ان الفيلم ان البرنامج ان بادي يضرب الليبيين بالجراد والمرتزقه عندك الغادي والارهاب والمشاكل كلها في المنطقه الغربيه، يعني انا ما عندناش نتصف بالضرب والفيلم، ما عندناش المنطقه الشرقيه. صلاح بادي ولا غير صلاح بادي، ليش خش المطار؟ المطار كان متدمر، تهريب الحشيش، تهريب شخصيات، تهريب، ما خشش من اجل ان هو يناصر في الباطل على الحق، نخش باش يناصر الحق على الباطل، لكن من حقك انت ومن حقنا نقول له لحاجه، الله يعطيه على قسنيته، الله يعطيه على قسنيته، كان نيته صالحه بتولي عليه، كان نيته طالحه بتولي عليه، لان ربي عادل وربي يطلب منا دائما لما قبل لا ننتقد انسان الشرع يسمع من اثنين. شن انت وبعدين احنا باذن الله تعالى عن طريق الاعلام ما ندفعش على اشخاص ولا من اتباع اشخاص ولا انا عنصريين هذا كذا، احنا من اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسعى لجمع الشمل. جمع الشمل كان اراد ربي ووفقنا ربي في حكومه عادله، نزع في شمل جيراننا مع بعضنا، مش جار اللي شابه ما لقاش فيه الخير. واحد من الانقلابيين اللي ضرب الليبيين حتى هو يدعم في الباطل على الليبيين، يزود فيه بسلاح، قطار انقلب، الله اكبر على مصر، العلماء والفقهاء افتصهم، لكن حيفتص رب العزه ان شاء الله باذن الله تعالى. المصريين من قبل يعلم الله بحالهم، زي الليبيين كان رب يعلم الله بحالهم، كانوا سواسه الليبيين والمصريين سواسه لان حكام ظلام. لكن انا تمنيت في العشره ذو الحجه ما نبيش نتكلم الا على جمع الشمل، وبنتكلم على الود، وحنتكلم على جمع الشمل مش من ناحيه عاطفيه، من ناحيه منهجيه ان شاء الله. قول لي يا اخي الكريم، قول لي يا اخي المستمع الكريم، سامحوني وسامحني يا فضيلة الشيخ، سامحني يا فضيلة الشيخ اللي في يوم من الأيام في ليبيا وهذه تعتبر واحدة من الشعب الليبي، تدفل على مفتي البلاد تدفل عليه، فنانة ليا، فنانة ما يدفلوش عليها قدام الناس. هادو الناس في حاجة إلى علاج، هادو مرضى ما يتسووش، زي ما قال ربي أفنجعل المسلمين كالمجرمين. المسلم ما يجيش. السلام عليكم. الله اكبر عليك يا سالم، الله يسلمنا جميعا من بيك واهلك عام يا اخي الكريم. هيا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانت طيب يا حاج، وان شاء الله ربي يعطيك العام الجاي في السعوديه باذن الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كل سنه وانت طيب، والله يفرحك بيا اولادك، وتفضل. بارك الله فيك. الله اكبر ولله الحمد عليك. محلها كلمه فجر ليبيا، محلها كلمه.
الله أكبر على الناس الصادقة اللي ضحت بدمها وضحت بمالها وضحت بحياتها وضحت بأسرها. إيه. يسب تحرير ليبيا من بقايا الأزلام، من بقايا النظام السابق. صادق. اللي قاعدين على قلوبنا جاسمين نعيش ريحت ليبيا. الله أكبر. الله أكبر يا عم محمود. الله أكبر. أحلى كلمة. ولله الحمد. ولله الحمد. الدوار اللي مربطين تو في الجبهات الله أكبر عليهم. الحمد. وإن شاء الله ربي يحفظهم وينصرهم. آمين. وإن شاء الله يا ربي يقليهم يا ربي. آمين. بإذن الله. آمين. شنو بنقول لك حاجة بالله عليك. قول لي. قول والمستمعين. إحنا في طبرق إحنا عندنا برنامج وشرعية ماشيين عليها، المفروض عندنا إعلان دستوري رانا ماشيين عليه، هم خالفوا الدستور وخالفوا المنطق وخالفوا الدين وخالفوا الشريعة. ومشول طبرق، مشول حفتر، حفتر شندرنا أولادنا ردمهم في تشاد، شهدانا قاعدين وشتتهم في اللي مرديوش يهلا لتوا، وبعدين جي البنغازي وتم اللي ما يبيش يجي معاه يصفي فيه، كل اللي ما يبيش يجي مع حفتر يصفي فيه. الله أكبر على ثوارنا، الله أكبر على بنغازي، الله أكبر على عاصمة الثورة وعلى الشهداء، الله أكبر ولله الحمد. محلاها كلمة ناصر موزر يا عم محمود. محلاها كلمة ناصر بإذن الله من عند ربي. محلها الله بإذن الله منصورين. محلها كلمة، محلها كلمة اسمعني. الله أكبر على ثوار فجر ليبيا على قد ما تحرك في فجر ليبيا، الله أكبر عليه، وإن شاء الله ربي يحفظه ويخليه ثواره، وإن شاء الله ربك يفرج على الليبيين. صحيت صحيت. من هالناس اللي من هالشردمة اللي قاعدة بعد احترامي ليك وفاللفظ هذا. صحيت. ناس تعبة قاعدة خلاص، يعني عيينا فدينا 42 سنة بلادنا من بلدش، العالم وصل من دور العالم تقدم. صحيح. عدنا متأخرين يا عم محمود. صحيح. جروا فيه جروا في الناس هي 4 سنين احنا ليبيا نبنوها، الثوار بنوها محروها من 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 حلوها. صح. من 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 أكبر طغوت. صحيح. الأرض بعد فرعون وبعد. صحيح. صحيح. هم طواغيت. صحيح. لكن الله أكبر عليهم، وإن شاء الله ربي ينصرهم، وإن شاء الله ربي يعطيك صحيحتك أنت، وإن شاء الله ديما منورنا. أمين. وإن شاء الله تدير لنا زيارة أنا في وادي كعان. وانا نقولوا لك في ختام هذا اللقاء معك، سمعتوه شن قالوا؟ سمعتوه لما تطلق لكلمة مش حس فيها شوية هيك مش كويس؟ قال مع قال أنا آسف لأنه متأدب، لأنه ولد بيت، لأنه ولد عائلة من ضمن عائلته، أنه ابن الإسلام، من الإسلام يتفرع 17 فبراير. شفتوا الأدب، شفتوا الأخلاق، وهذا الإعلام إن شاء الله انصرنا ربي. يا أخي قول الله أكبر، مش تقول كذا وكذا وبس. بإذن الله ثوارنا، وقسما بالله ما فيهم ثوارنا لشاوس النظافة صح، والله ما فيهم واحد يخطأ، وما فيهم واحد ينفض بلفظ مش كويس، وإحنا ذنوبنا كلها بيض، إحنا نبوا ليبيا كويسة تمام. أنا اللي نقول لك أخ سالم، أخ سالم صحيت وبارك الله فيك وعلى كلامك اللي قلته، ومن ضمن الكلمات يا مستمعين الله أكبر ما أحلاها كلمة، خشب الله أكبر يدوي ويقول الله أكبر، وأنا معاه الله أكبر، مش كذا وكذا وبس، مش كذا وكذا وبس، يسوي هذا بهذا يا بلاد مية يا عبداد. صحيت، خلي فرصة لغيرك. السلام عليكم يا سالم. وعليكم السلام ورحمة انت الله. انت الله. انت عطرتنا، احنا من التوار ونحب التوار، ولكن التوار اللي ما نظلموش، التوار اللي نحب الله والرسول، التوار اللي نقبلوا السيئة بالحسنة نقولها وبحس عالي بتوفيق المولى سبحانه وتعالى لينا، مش توار لأن نصول ونجول عليكم، اللي ما زال ما درتوش حتى عادة تقتلوا في الناس وتسيئوا للناس وتسرقوا في الحجاج، عمرنا سمعنا حجاج يسرقوهم، حجاج يسرقوهم ويقول احنا، والآن يعيطوا قال لك ضربونا، ضربتنا مصراتة، ضربتنا مش نسمع جادو، ضربتنا ترهونا، ضربتنا ما نشي بيدروا لك. الولد لما ما يسمعش كلام بيضربوه، ماشي بيديروا له، يضربوا على كتفها. هذا عمل درتوه تو الناس اللي شهدت هذه والناس اللي ماتت، هادو انتم مسؤولين عليهم، الناس اللي قعدتوا تحطوا في الحطب في النار، اللي تحطوا في الحطب بالنار، تو يبالك، تو يبالك، قاعد تصول وجول وقاعد تصغير وتقول انا وانا وانا. قال له وين ماشي يا قعيد؟ قال له ماشي للملح، مشى وجاي كرف صرفته. قال له وين كنت يا قعيد؟ قال له كنت في الكرخ، كنت في الكرخ. كذلك أنت الآن بفضل المولى سبحانه وتعالى، الله أكبر عليك يا مدينة طرابلس، الله أكبر بالناس صليت. تفضل يا أخي الكريم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. تفضل يا محمد، تفضل يا محمد. الله إن شاء الله ربي يفصل بيننا وبين الصالحين، الشر إن شاء الله يبعد عنا إن شاء الله.
بفضل المولى سبحانه وتعالى جايتنا عيد. مدينة طرب الزهية، مدينة طرب استضحك وتلعب اللي كانوا خايفوا، تقول يا سيدي مدينة طرب الجبناء، جبناء ما همش ناس ما همش كذا، لكن كان قصيد رقمتهم من يدهم وما تمنش عليهم وتقعمس المجامع وتقول أنا حررت مدينة طرابلس، كون رزق المخنانة وما تقرص المنانة، لكن الرجل الفضل والناس اللي ليهم معنى عمره ما يقول أنا زي الأصيل، عمره ما يقول أنا وأنا وأنا، الآخرين يقولوا عليه فلان 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 فلان. طرابلس السعيدة طرابلس. نعم اهلا وسهلا اخ علي، والزاويه الله اكبر على الزاويه على ناسها. تفضل يا اخي الكريم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم، كيف حالك؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ونهارك مبارك. تحياتنا لكم، تحيه للابطال اللي شادين الجبهات. وانت على راسهم راس رجال الزاويه. تحياتنا لكل المجاهدين من ابناء ليبيا اللي يبوا الحقيقه ويبوا الشرع ويبوا الكرامه. صحيح، الله يحفظك ويحفظهم. نبو الكرامة الحقيقية وهي كرامة الليبي من يوم 17 مين خذناها الكرامة، عندنا كرامة. صحيح. نبو الشجاعة، نبو الإيمان بالله ورسوله، نبو كلمة الحق، نقولوا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. انتصرنا وانتصر الحق، انتصر الحق على الطغاة والكافرين والمغرضين والحملة الطاغوت. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، انت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. امين. الله اكبر، تحياتي ليك يا شيخ. الله يحفظك. ان ربي يبارك فيك وجزاك الله خير. تحيه للابطال اللي ما زال موجودين في الجبهات. الله يبارك فيك. الله منتصرين على الظلم وعلى الطغيان. الله اكبر. الله اكبر. انا من هذه المقابلة وهذا اللقاء نوجه كلمة اللي موجودين برا وعلى راسهم ما يسمى قداف الدم، اللي دار تهنية لقبائل الزنتان، توا انت تهني في قبائل الزنتان يلي ما تحشم، انت ما يتشرفوش قبائل الزنتان نتهنيهم، انت باش تهنيهم؟ ان ينتصر الخوت على خوه كان قصيد وكان كرجل ديك معنا، عرفت الزنتان ومنطقة تانية فيه وفيه، لكن صحت الزنتان ولكن صحت المنطقة التانية، لكن انت لا، شكرت الزنتان لهواك لهواك باش تنمي الفتنه بين الليبيين. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، التروه اللي عندك منين صور. السلام عليكم. اللهم صل وسلم على سبها، لكن في سبها ديما نكون فزان فزان. تفضل يا سي محمد. وعليكم السلام ورحمه الله. نهارك مبارك ونهارك سعيد. شنو حالك عم محمود؟ حالي في خيار الخير ولله الفضل. حالك باهي ان شاء الله. حالي في نعمه، في نعمة إن شاء الله ربي يلهمني الشكر أنا وجميع الناس اللي يتمنوا الخير لوطنهم ولناسهم. وكل سنة طيب إن شاء الله. وأنت بالصحة والسلامة، وأنت بالصحة والسلامة. أخبارك طيبة وأخبار الليبيين كلهم تمام إن شاء الله. الليبيين خاصة ومدينة طرابلس كلهم مبتسمين وسعداء، بعد غمة ضرب وبنزينة ما فيش وخزانات، كنا سعداء. وتكلم تحفنا بكلمة طيبة. الكلمة الطيبة يا عم محمود لمش الليبيين ولمش الشمال، وتعالوا الحسبة شن صاير فيها. ايه. وحرق البيوت، واحنا نبوها عيد مبارك ان شاء الله. ان شاء الله. كلمة طيبة لموا بها الليبيين. ان شاء الله. ولا ازلام ولا جردان ولا هالكلام الزايد هذا، كله زوال في الدنيا هذا الكلام هذا. ايه. لا عاد نبو فجر ليبيا لا جايلة ليبيا، كنا ليبيين ونجتمع تحت طاولة واحدة. ايه. وفوق طاولة واحدة. ولازم نكون احنا محبين للخير مش محبين للشر ان شاء الله. وعلى كلمة لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وان شاء الله نوقف القتل وهذا الدم على العيد المبارك. ان شاء الله. دم 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 شاه مش دم بنادم رخيص قاعد في ليبيا ان شاء الله. جميع قتايل ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. رجال ليبيا الشرفاء، لرجال ليبيا الشرفاء إن شاء الله. والكلمة هذه تنعرف للليبيين بالكامل. نعلق، كملت كلامك. ربي لما خلق العباد خلق كفار وخلق منافقين وخلق صالحين، هذا رب العزة. كذلك الخوت خمسة تلقى ثلاثة صالحين، ودائما نسعوا لأن نبينا عليه الصلاة والسلام اللي حبيناه مش حب عاطفي، حبيناه حب منهجي، قال لنا قل خيرا واصمت أصلح ذات البين. الله أكبر. هذا من ضمن الأشياء
اللي نجمع الشمل ناش نجمع الواحد يجمع أولاده علاش يجمع أولاده اللي يخدموا يصيروا رجالة ويبنوا الحياش ويزوجوا خوتهم مش يجمع الشمل واحد يتعاطى وواحد خانب وواحد عميل وواحد كذا هذا أبوه اللي هو أبوه يقوله برا فرخ من قدام وجهي الليبيين الافاضل وبعدين احنا في حاجه تعاجل لطاعه الله في حاجه الى تقوى الله كل ما اتقينا المولى سبحانه وتعالى وكل ما توكلنا على الله لا يمكن الباطل باطل لان رب العزه في القران يقول ان الله لا يصلح عمل المفسدين في مفسدين في ليبيا ما همش لوطنيين ما همش ليبيين من ضمن قداف الدم وجماعته وامثاله وغيره وغيره واللي في يوم من الايام في ليبيا حاولوا بقدر الامكان الله اكبر على ليلى والله اكبر على سر تفضلي يا اخت ليلى. السلام عليكم عمي محمود. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعنيك يا عمي محمود بمناسبه عيد الاضحى المبارك. الله يحفظك الله يبارك فيك اختي الكريمه. سامحوني ان شاء الله وان شاء الله من نصر لنصر يا رب. امين امين امين. ونهني كل الليبيين اللي يحبوا ليبيا وان شاء الله يجمعهم دائما ربي على الحق. امين امين. صحتي صحتي. اسمعوا يا ليبيين اسمعوا يا مستمعين هذه من مدينه سرت مدينة سرت حتى يعانت معانت لكن شوفوا رجالها شوفوا نساها ما يحطوش في السم في العسل يتظاهر بالحسنة وباطنة سيء هذه سرت زي ما في يوم والآن بن وليد لما جوها قالوا لها كذا وكذا قالت لهم فكوني فكوني ياسروا ياسروا وصار نضعوا ناسنا ماتت فكوني بروا تبوا تبنوا البلاد تعالوا نحطوا ايدنا في ايد بعضنا طلعت لنا ورشفانة مع احترامي للناس الافاضل اللي في ورشفانة ومع احترامي للنساء اللي اليوم معنا يديرها لبتر ويحصل فيها كذا 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 هذا يوم ورشفانة وهذا طلعتنا يوم كذا في ناس في يوم من الايام كانوا ما يتشرفوش ان يكون من الزنتان اصبح من الزنتان واساء للزنتان واساء لليبيا من هذا لكن الزنتان الشرفاء الزنتان الابطال الزنتان اللي في يوم من الايام ساهموا في تحرير ليبيا ليبيا حتى ناس كانوا مع الظالم في الداخل وفي الخارج. السلام عليكم اهلا وسهلا بكم بترهونة الله اكبر. اسام كيف حالك طيبه ان شاء الله تفضلي يا اختي. أهلين يا عمي محمود. نهارك مبارك ونهارك سعيد أختي الكريمة. سلمك كيف حالك أنت باهي؟ حالي أنا اللي بين في سعادة أنا في سعيد مدينة طرابلس السعيدة وأنا سعيد. مناطق ليبيا كلها سعيدة الآن وأنا سعيد. في مناسبة الانتصارات حق دولة مباركة والله. بارك الله فيك. منطقة الشرقية حارتين وزوز حارتين وزوز لأن الحق دائما ربي مع الحق مش على الباطل عمره ما تغرك الكترة الكترة دمها ربي قال غوتاك غوتاك السيل غوتاك غوتاك السيل. اسمع اسمع يا اللي جات في الكرامة للليبيين ربي دائما مع القلة يقول قليل اللي يعقلون قليل اللي يفقهون قليل اللي يتذكرون. سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يا ليبيين يا أفاضل يا ليبيين يا خونة اسمع كلام رب العزة اللي يكون مصيرك بين يديه يقول ربي أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون تقتلوا إنسان وتذبحوه ما تخلوا وتخطفوا في الناس وتقتلوا فيها سيارات تلقوها في مخازن وفي مزارع من ضمن المزارع القوه في مزارع القوه القبينات متاع اليتريك القوه المولدات متاع اليتريك والشعب الليبي يعلم الله بحاله كهرباء الله أكبر بيكم بمصرات يا أختي الكريم. أهلا وسهلا يا عبد الله تفضل. السلام عليكم يا محمود الله أكبر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله أكبر على من طغى وتجبر. إن شاء الله ربي يرحم شهدائنا عم محمود. آمين يا رب العالمين آمين إن شاء الله. آمين يا أخي الكريم. يا عم محمود تفضل. 50% 80% البلاد ما شاء الله تبارك الله الحمد لله الحمد لله. ايه حاجه واحد عم محمود وصينا الناس المسؤوله عن مرتبات بس انه ينزل مثلا في وقت اليوم 30 يوم 31 في الشهر نشكر الله انها نعمه من ربي معظم المشاكل مشاكل بسيطه على الفلوس بس قصدي مرتبات الناس تبي مرتبات تبي تعيد قصدي اللي برا واللي داخل الناس العائلات الكل حاضر حاضر وكل سنه وانت طيب وانت بالصحه والسلامه.
يا أخي المسؤول، يا أخي المسؤول حاول كيف بقدر الإمكان كيف تتقي الله في اللي يكلم فيك هذا وفي أمثاله، حاول أن تتقي الله. الأغنياء أعطوه مازال يعطوا وما يمنوش، شروا ضحايا للناس، زوجوا الناس، تبنوا الأحياش للناس، خلوا مداروا للناس. هادو ناس أغنياء، من ضمن أغنياء منطقة من المناطق يسبوا فيها الليبيين، واحد من أغنياها بعت الجرحى على حسابها. يحكومة يحكومة زي مجلس نواب، الله أكبر، يعني مجلس نواب آخر وقت وحكومة وشين مدار الآن. الآن دول العالم جاية أن تتوسط لليبيا وكيف بيديروا حلول بيننا. السلام عليكم. الله أكبر من غات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيك وبأهل غات وناس غات. تفضل يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله، طول الله في عمرك يا عم الشيخ. نهارك مبارك، تفضل تحفنا تحفنا بالشيء الطيب. وكل سنة وأنت طيب يا أخوي إن شاء الله. الله يحفظك، الله يحفظك، تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. محلها كلمة. الله أكبر على الليبيين. محلها كلمة. الله أكبر على جميع الليبيين. محلها كلمة. أمين يا رب العالمين. أمين. نتمنى من الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد يا عم الشيخ. أمين أمين. نتمنى للحكومة القادمة أن تكون حكومة خالية من التشكيلات والمظاهر المسلحة. أمين أمين. اللهم أمين يا رب العالمين، وطول الله في عمرك يا شيخ، وجزاك الله كل خير إن شاء الله. أنا نطلب منك حاجة يا أخي الكريم، يلي من غاد تعمل طيب، تعمل طيب انت والتوار اللي هم معنا وامهات التوارات اللي التوار اللي موجودين في سبأ. ارجوك من فضلك ان تدعو المولى سبحانه وتعالى ان يرزقنا حاكم يطبق فينا شرعه، ارزقنا حاكم يطبق فينا شرعه. انتوا ناس ولا ازكيكم على الله، ناس خير، انتوا تحبوا الله والرسول. امين يا رب العالمين. ونتمنى من كل التوار ان يحفظ الله سبحانه وتعالى ان يحفظهم جميعا. الله اكبر. اسمع، تعمل طيب يا اخي الكريم، تعمل طيب يا أخي الكريم. يا أهل غات، أهل غات من ضمنكم أنتم ناس تحبوا الله والرسول، قلت لك ادعوا المولى سبحانه وتعالى. واو، بنختم الحلقة متاعنا يا آخر كلمة من غات، شو نقول فيها؟ نقول اللهم حسن أخلاقنا ويسر أرزاقنا واعفو عنا واختم لنا بالإسلام. اللهم طهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد، وطهر ألسنتنا من الغيبة والنميمة، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا ربي كل إنسان مسؤول في ليبيا يسعى لعمل الخير، اللهم جزي عنا خير الجزاء. وكل إنسان يسعى لليبيا وناسها بسوء، إذا سبق له في علمك الهداية اللهم عجل بها. وكان هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وانتم طيبين، والله يسمعنا على بعضنا إلا كل خير. ونصعت الإشراق في نبراسي